أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أفتيتم بجواز لبس القصير وهي التنورة القصيرة للمرأة أمام النساء من بنات جنسها؟ أنا أقول للمرأة عند النساء تلبس ما يسترها ولا يبدو منها إلا ما جرت العادة بكشفه مما لا فتنة فيه عند النساء، مما لا فتنة فيه عند النساء كالوجه والكفين والقدمين، هذا ما تكشفه المرأة عند النساء. وأما أن تلبس القصير عند النساء، قصير الأكمام أو قصير عن القدمين بحيث تبدو الساقين الساقان، هذا لا يجوز لا عند النساء ولا عند غيرهن، لأن هذا فتنة، وتكون هذه المرأة قدوة للنساء، قدوة سيئة للنساء، فلا تبدي عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها.